كانت الأدوات الدبلوماسية والمناورات السياسية أحد أهم نقاط القوة التي رافقت مسيرة الملك عبد العزيز خلال فترة التوحيد وضم شتات الجزيرة العربية المتفرقة. وقد أحيط الملك برجال ذوي مهارات وخبرة في التعامل السياسي الداخلي والخارجي، ومن هؤلاء الرجال كان الأمير أحمد بن ثنيان. الأمير أحمد بن ثنيان اسمه أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، ويلتقي مع الأسرة المالكة في جدهم سعود بن محمد بن مقرن أمير الدرعية آنذاك، وهو والد المؤسس الإمام محمد بن سعود. ولد الأمير أحمد بن ثنيان في اسطنبول في العام 1306 الهجرة الموافق 1889 الميلاد، وفيها تعلم ودرس وأتقن إلى جانب لغته الأم العربية عدة لغات منها التركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية. لم يطل المقام بالأمير أحمد في اسطنبول، حيث عاد إلى نجد بعد فترة 10 أعوام من استقرار الملك عبد العزيز في الرياض وبداية حكمه منذ العام 1319 الهجرة. وبعد أن استقرت الأوضاع نسبيا في نجد، قدم الأمير أحمد بن ثنيان في أزمة المفاوضات الخارجية والدبلوماسية السعودية التي كانت تتصل بالعالم الخارجي.